المخماخة وعشاقة مخميخ في كل بقعة عسلامة، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم جبنا لكم وصفة ممتازة هي خبز البيضة التركي. كيفاش نعملوا خبز البيضة التركي اللي هو مشهور برشا في تركيا في شهر رمضان. خبز البيضة التركي من أبن ما تاكل في حياتك، أما قبل ما تشوفوا ليزاستيوس وتشوفوا المقادير ماذا بيكم تعملونا ابوني للشين متاعنا وتتبعونا على الانستغرام والفيسبوك وتعملونا جام للي باج متاعنا، وإن شاء الله ديما كل عام وانتم حيين بخير. المقادير هي كالآتي: كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، مغرفة خميرة فورية، مغرفة ولا زوز توابع سكر، كاس زيت، شوية ملح، وكيلو فارينة. وشوفوا توا تبعوا الطريقة متاع العجنان والطريقة متاع ترتيح البات بالباء والتاء. توا بعد ما عجناها نخليوها ترتاح تقريبا ساعة وبعد نرجعوها. بعد ما ارتاحت العجينة متاعنا توا جاء وقت نقصوها ثلاثة خبزات. شوفوا توا كيفاش طريقة حلان العجينة وكيفاش طريقة تزيينها. كانت هذه الوصفة الخاصة لليوم، ما تنساوش تعملونا ابوني للشين متاعنا وجام للباج فيسبوك وسابوني للانستغرام. شهية طيبة وفي الأمان.